for climate. احنا association بون بدات ما بداتش association اما بور لو مومون احنا movement بدي inspired by Greta Thunberg هذه طفله سويدش خذيت انها نهار جمعه كل نهار جمعه من كل شهر تلم لي ليسيا نتاعها واللي في حومتها وفي بلادها وفي الكارتيه نتاعها تلمهم الكل يعملوا فكره لي بونكارت ولي سلوغون فازت هذه الكل باش تحكي وتعبر تعبر بوغ اون فوا معناها على الوضع اللي احنا فيه وميساجنا باش ان نوصلوا للحكومات وللعباد الواصله اللي من فوق باش تلقى حل اللي صاير لنا دونك احنا شنو عملنا احنا سميتو الطفله هذيا فرايديز فور فيوتشر كيما فسرت لك هو نهار جمعه وخذيتها الفكره باش انها كانت مع بالبلاك فرايداي معناها اللي هو نتاع لي مارك الكل يعملوا السولد ونلقاو انهم برشا 50% برسك من لي برودوي كوزميتيك وكل شيء مصنوع من البلاستيك وقاعده تضر فينا وتضر في المستعمل نتاعها وفي الشاري دونك احنا صغارين الفكره هذه فكره الفرايداي وتسمى الموفمون هذه تسميت فرايديز فور فيوتشر كيما قلت لك الفيز لي ستوديون ولي ليسيان زعمنا سترايك لولا نتاعنا لو 20 سبتمبر كنا احنا ثالث دوله عربيه تشارك في الاحتجاج هذايا شاركت معنا فلسطين ولبنان وكان تونس هي دوله ثالثه عملنا نفس الكونسيبت بريسك جينا لمينا بعضنا وعملنا نفس الحاجة نجح سترايك الأول كيف ما ريتو نتصور معنا ريتو لي زارتيكل لي ميديا اللي حكيت علينا دونك قلنا بوركوا با ما نكملوش فيها الحكاية هذيا جات عطلة متاع جمعة اللي جات لي ليسيان ولي ستوديون اللي فاتت استغليناها مشينا عملنا ان سورت دو ترينينغ سيمينار في زروين استغليناها لو ماكسيموم معناها جاو حتى دي ان جي اوز معانا عاونونا زادوا عطاونا فكره اكثر خاطر احنا عمرنا صغار لاج بين 16 و 21 عطاونا فكره اكثر على الموفمون هذايا وعلى الحكايه هذايا شنو نجمو نعملو احنا باش نحسنو باش نوصلو صوتنا باش نحكي على الكونسيبت تاع شونجمون كليماتيك هي معناها حكايه قديمه من اول الدنيا معناها قاعده تطلع والعوام الاخرى قاعده تزيد وتزيد وتزيد سورتو في تونس وقت اللي هي تونس معناها بلاد صغيرة بارابور لسويسرا والسويدن وشوف البلايص الاخرين معناها هي بلاد صغيرة اي مالغري سا قاعدين نلاحظوا في فيضانات وفي نشوفوا جيبس في اسمها الجروب شيميك شو صاير لهم في البحورات نتاعهم والعباد قاعدة تعاني كيلكو سوا لاج معناها صغير ولا كبير في جيبس تلقاه يا اما ازماتيك ولا عنده كونسير ولا كيما رينا الجمعة اللي فاتت توا بدو على الفيضانات اللي صارت طفلة القذقاذية هذيك 6 سنين 7 سنين بالحق ما تفكرش هزها الماء معناها وماهيش حكاية باش نسكتوا عليها هذه طفلة شنية ذنبها هي ماشية باش تقرا كي أي تلميذ آخر عنده الحق في الإدوكاسيون نتاعو ماشية باش تقرا على سقيها جرة الطقس والشتاء والبنية التحتية نتاع بلادنا احنا هزها الماء وتموت شنو ذنبها دونك فوالا احنا قلنا ما نسكتوش نحاولوا باللي نجموا حتى كان احنا جروب صغير عباد صغار نحاولوا باللي نجموا باش ان نوصلوا صوتنا انجور ويسمعونا وياخذوا بكلامنا فوالا